ايه الفرق يعني لما انت بترسمي من الصورة وبترسمي من اللايف؟ ما هي هي مثلا، لا لو مثلا الجمهور فاهم ان انت لما هترسمي من صورة زي ما هترسمي واحد قاعد قدامك، ما هو نفس الشخص. ممكن الناس ما تكونش فاهمة وجهة نظرك، بس احنا عايزين نعرفها. لا هو انا دلوقتي لو في قدامي الكوبايه دي، الكوبايه دي 3D دلوقتي، انا لو صورتها بالموبايل هتبقى اسهل وهتطلع احلى، لكن لما ارسمها 3D حاجه تانية، لان انا لما ارسمها 3D انا بشوف 3 ابعاد مش بس بعدين، فبعدين اكيد هيبقى اسهل، بعدين يعني انا هرسمها احلى، هي هتبقى احلى في الاول، لكن بعد كده لما الشخص يعود نفسه على الصح حتى لو كان اصعب، بعد كده هيعرف يرسم عادي 3D حتى لو شخص قاعد قدامه اي حاجه. كانت بدايتك امتى في رسم البورتريه؟ شهر 11 2016. طب احنا معانا حاجة بقى عايزين نوريها للجمهور عشان نعرف انت بدايتك ابتديتي ازاي، تمام. وازاي بقى بقيتي متطورة وبتعرفي تظللي وتفرقي طبعا ما بين الرسم كله. تمام. طبعا دي دي اول كانت أول رسمة، كانت 22/11/2016، ودي آخر رسمة وصلت لها. احنا معانا كذا رسمة هي هتوريها لنا دلوقتي وتشرحها لنا وتفهمنا ازاي وصلت للمرحلة دي. دي اخر واحدة وصلت لها، يعني اخر واحدة رسمتها. بس بعد كده كان في محاولات ان انا ارسم فيجرز، ودي عادي ساق وبس، فهو مش بيعتمد على الموهبة. انا ما كنتش بعرف امسك قلم، ولسه برضو ما وصلتش لمرحلة انا حباها، لا لسه دايما ببقى عايزة اتعلم، وعايزة اكيد في اخطاء عايزة اعالجها وعايزة اصححها وبس. طبعا يعني حبيتي مجال البورتريه، ما غيرتيش المجال ده خالص؟ لا لا، البورتريه دي اقل حاجة انا ممكن اكون بحبها في التصوير، يعني يعني دي اقل حاجة. انت اصلا قسم التصوير بيجمع بايه عندك في الكلية؟ يعني بترسمي ايه غير البورتريه، غير الطبيعة الصامتة، غير الفيجرز، غير الكلام ده كله؟ اكيد في لاندسكيبس حاجات بقى، كتير. يعني ترسم مناظر طبيعية قدامك، غير بقى التلوين. أنا بتكلم في إيه اللي ممكن يترسم: مناظر طبيعية، طبيعة صامتة، تشريح، فيجرز، سكتشات سريعة لأي حاجة قدامك أو أي بني آدم قدامك، بس مفيش حاجة تانية يعني. اول بورتريه رسمتيه قعدت فيه قد ايه وقت يعني؟ وتاني بورتريه بعد تطويرك بقى لما بديتي ترسمي، الوقت خد قد ايه معاكي؟ ممكن أول بورتريه أكون رسمته اخد 3 ساعة، تلت ساعة. وكنت فاكرة ان انا لما اخلص اسرع هبقى انا كده بشتغل احسن. لا، هو لما انت تاخد تدي الحاجة وقتها وتاخد فيها وقت شوية وتتأنى، كل ما بتعرف حاجة كل ما الوقت، يعني الحاجة اللي انت عرفتها دي بتطبقها، فلما انت تعرف كم من المعلومات وتيجي تطبقها هتاخد وقت اطول، لان انت عرفت معلومات اكتر فبتراعيها وانت بترسم. فاخر بورتريه تقريبا خدت فيه 1.5 ساعة. ده اخر بورتريه. يعني انت اصلا لما بتيجي ترسمي بورتريه بياخد وقت معاكي 1.5 ساعة اقصى حاجه شخصيا، يعني انا نفسي باخد الوقت ده.